بتشتكي من آلام الظهر والرقبة؟ حصل لك كسر وخايف من العمليات والجراحة؟ مركز العملية للعظام دكتور وليد محمود، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري والمناظير، أحدث مركز متكامل للعظام بغرب الإسكندرية. التشخيص والعلاج بأحدث الوسائل، وحدة مجهزة بأحدث وسائل التعقيم الألمانية لفصل البلازما وحقن المفاصل لعلاج الخشونة بدون جراحة. منظار ألماني ثلاثي الأبعاد لعلاج قطع الغضروف بدون جراحة. أحدث وحدة إشاعة ديجيتال. مركز العمرية للعظام بيقدم لك علاج غضروف العمود الفقري بدون جراحة بجهاز الروبوت والليزر، علاج غضروف الركبة بالمنظار، علاج العيوب الخلقية للأطفال بالتدخل الجراحي المحدود، علاج الكسور بأحدث الأجهزة بدون جراحة. مع مركز العمرية مفيش ألم تاني. للحجز والاستفسار اتصل على